بطل بشكل متسارع اسعار المنتجات ما قلتش، بالعكس لما تيجي تسال التاجر يقول لك والله لا انا اشتريت البضاعه دي ايه بتمن غالي قوي، فيبتدي يحاول يقول لك انا مش هقدر انزل غير لما ابيع المنتجات اللي انا اشتريتها بسعر الدولار لما كان هنقول فور اكزامبل في السوق الموازي كان 70، فانت النهارده عايزني خليني انا ابيعها ب 50 انا خسران. فهل احنا في ريزيستنس تو تشينج او مقاومه لانخفاض سعر الدولار وهو مش عايز يخسر فمش هيخفض السعر غير لو انت كان عندك نوع من انواع الرقابه القويه والصارمه اللي تقدر تجبره ينزل السعر؟ هو حضرتك طبعا ما فيش حاجه اسمها رقابه في السوق الحر. الرقابه لحمايه المستهلك هي رقابه وضع سعر المنتج على المنتج، انما لا تحديد للسعر للمنتج. النهارده حضرتك انا ممكن يكون عندي مخزون والمخزون دوت انا شاريه غالي، فبقول انا لما هصرف في المخزون دوت اشتري الرخيص هبتدي ابيع رخيص. ده هيخرج بره المنافسه، لان ممكن واحد تاني يكون ما عندوش مخزون وشاري المنتج بالسعر الدولار اللي هو بال 40 او ال 42 جنيه دلوقتي. فاللي هيحسب على 60 وعلى 70 مش هيعرف ينافسه، فلازم حضرتك هينزل السعر. هي نوع من انواع المقاومه ان هو بيحاول يبيع، انما هو حضرتك مش هيقدر ينافس لان في ناس تانية جايبه منتجات. بس في سلع منتجات مصريه الكومبوننت بتاعتها او المكونات بتاعتها 100%، ولكن بسبب سعر الزياده في كل الاسعار الحاجات اللي حواليه هو زود هو كمان. لا هو حضرتك المنتج المصري حضرتك مش هتلاقي نفس الزياده بتاعته بنفس زياده المنتج المستورد، الا اذا كان في نسبه مكون اجنبي كبيره، فهتزيد النسبه بتاعته طبقا لنسبه المكون الاجنبي داخل المنتج المصري. تمام. انما المنتج المستورد بالكامل حضرتك بينعكس عليه سعر الدولار immediately. يعني حضرتك شفنا مزارعين دلوقتي قفلوا مصنع السكر عشان المزارعين ما بقوش بينتجوا قصب، وابتدوا دلوقتي بيدوروا ان هم ينتجوا بنجر، يعني يزرعوا بنجر عشان البراون شوجر اغلى من الوايت شوجر. لا هو فده خلق ازمه. لا هو حضرتك الازمه بتاعت السكر كانت لوجستيات، ما كانتش ازمه زراعه خالص. هو حضرتك السكر حضرتك في 300,000 فدان بيزرع قصب وفي 650,000 فدان بيزرع بنجر. طبعا. وده نوعين من انواع المنتجات اللي هي بتخش في السكر، وده بيغطي 80% من الاستهلاك المحلي. 80% لما كنا انا بنتج 80% لا تمثل ازمه، لان انا لو بستهلك 2 كيلو سكر لو استهلكت كيلو 600 جرام مش هيحصل عندي ازمه في الموضوع. الازمه دي كانت ازمه لوجيستيك ان المنتج مش واصل للمواطن في الاخر، انما السكر متوفر ومفيش فيه مشكله. المنتجات حضرتك بقى الزراعيه ما حضرتك ما عليتش بنفس قيمه العلو بتاع الدولار، لان هو حضرتك نسبه المكون المحلي الاجنبي فيها قليله اللي هي الاسمده او كده ما لا تتعدى 15-20%. التاثير المباشر في المنتج حضرتك لنسبه المكون الاجنبي فيه عالي. حضرتك على سبيل المثال مثلا الاخشاب، الاخشاب حضرتك خلال الفتره اللي فاتت دي نزلت 20% وبعدين 10%. بس هي كانت عاليه كام؟ هي كانت عاليه ال 30. عالية ال 30. ليه؟ لان هو حضرتك اذا ما نزلش بالسعر في منافس ليه حضرتك هينزل السعر، فلازم يحصل الستابيليتي. هو كل قصه هي قصه وقت، هتاخد ايام يعني اسبوع 10 ايام بالكتير وحضرتك هتلاقي السوق هينتظم، لان ارتفاع الدولار بيرفع لحظي، انخفاض الدولار لعدم الثقه ما بين المواطن والجهاز المصرفي هو اللي عامل بلبله في هذا الموضوع. بس انا اعتقد ان خلال الفتره اللي فاتت مع قرار رئيس الوزراء والشفافيه اللي حصلت في القرار بتاع راس الحكمه والشرح الوافي للموضوع ادى طمانينه للناس ان الدنيا ليها ستابيليتي، انما كانت الاول الدنيا ضبابيه فالناس خايفه. انا هاخد من جمله حضرتك ان الدنيا ضبابيه وهروح للاستاذ محمد. استاذ محمد السؤال ده